ماشي ماشي. سلامات سلامات. خير شو فيه؟ يبدو جماعة الباشا مأمنين وبتحركوا بحرية سيدي. طيب شو فيه؟ الإخبارية عن سيارة فيها أسلحة ومخدرات دخلت من الجهة الجنوبية للبلد. معناته احنا مفيش معنا وقت، ضلك متابع معهم، لازم نحبس مهمة بسرعة. يلا بسرعة بكم شباب. لازم عليك حد يوصل بدالي. وقعونا بالمصيدة، وقعونا بالمصيدة يا شباب. بسرعة اتصل في الإسعاف تحمله. يا رب جيب العواقب سليمة يا الله. مالك جاي؟ شو فيه؟ الحبوب نصها مضروبة. كيف يعني مضروبة؟ يعني بيقولوا لي بيشربوها على الفاضي. طيب ماشي، روح هس وانا بشوف شو القصة. روح. دام الأمور وصلت لهون معناته تحملوا. بسيطة، اللي قتل الشخص كان ممكن يصيب أي حدا فينا. صحيح، وهذا اللي محيرني. رسالتهم واضحة، رسالتهم كانت عبارة عن تهديد وتخويف. طيب سيدي ليش ما نلعبهم بنفس الأسلوب؟ ألو. تمام تمام، خليك متابع بحذر. رافع شوهد بمنطقة الإسكان ويبدو إنه بينتظر حدا. معناته بتتابعوا معاي أول بأول. اتصل بشمشون خليه يزورني على البيت. الأمور تمام يا باشا، والرسالة وصلت. الأهم خلي العيون مفتحة أكثر. بدي شخصية واحد بلطجي وشخصية ما استخدمناها قبل هيك. حاضر ولا يهمك. والله الجماعة ما هم سهلين يا عمي. أكيد، وإحنا ما بنتعامل مع ناس أغبياء. لو أغبياء كان وقعوا من أول مرة. ألو؟ آه سيدي. آه متحركين فورا. الله يوفقكم يا عمي. ألو أعهد، قول لي رافع بنفس المكان ولا تحرك. ممتاز ممتاز، معناته أنا هيني متحرك عليه وخليكم متابعين معي. خليكم قراب، مع السلامة. بلش الباشا ورافع يلعبوا معي. بدهم يورطوني؟ ومع مين؟ مع المدمنين؟
مش معقول الباشا يعملها. مش عارف شو عمل له هاي. هاي هلا هلا. My name is Undertaker. هلا هلا بيك. Can I ask you one question? أنا فاهم عليك إنجليزي. Cool. شو بدك؟ Where is Faisal Street? Left أو right؟ واحدة منهم بتدلك على الطريق. Thank you very much. Wow. It's very beautiful the bird. العصفور بجنن العصفور. Yes. مالك؟ Give me the money. Give me the Give me the money. I am very sorry. Is it Takeya? Yes, at our boys, our teacher for me. It's opera. Welcome. My name is Ibaru Competent Kaji. Oh. What? My name is Undertaker. What's your name? My name is Ahmad. Ahmad! Ah. You Ahmad. Ahmad! Come Ahmad! Come Ahmad! هدول كل مصاري؟ هدول يبقى غيرهم؟ لا معيش. أنا طارع. يا تطلع من الدكان قبل نص ساعة من خروجي. فهم. اقعد. Hey and children knees and toes. هاي. Hey and children knees and toes. يا معلم اعتبر الاغنيه جاهزه. مش وقتك هسه، مش وقتك. بعدين بحكي معك بعدين. ان عرف الباشا شو بده يعمل فيي. يا الله. اسمع، خذ انسخ لي هاي الفلاشه. ولا يهمك يا حبيبي، وبعث لي اياها على الجوال. خلص ولا يهمك. ألو رافع، ماشي. كيف شكله بس؟ احكي لي. شكله غريب، شعره أبيض طويل وبرضه لابس نظارات سود، واليوم كمان أجاني واحد بحكي لي الحبوب نصها مضروبة. أها ماشي سلام. نفس الشخص؟ ليش؟ وكيف؟ ومين؟ هلا فهمتك. بس تعرفوا يا جماعة، ما كنت حابب ابدا اني انتهج هذا الاسلوب، لكن هم اللي اجبروني. بالعكس، هيك ناس بيستاهلوا اكثر من هيك. على كل حال، المبلغ اللي انا جمعته مبلغ كبير وراح يرجع لهم، لاني راح ارجع واشتري فيه اسلحة من احمد لحتى يوصلني للكبير بعكش. يا عيني عليك، معناه المفروض ابو حديد له زياره بكره عند احمد. المفروض. قاعد بفكر كيف اخلي احمد يعرف ابو حديد على رافع، ومن خلال رافع ممكن توصل لبعكش. بعكش بده تخطيط وتفكير صح. سيدي،
في واحد شفناه بتردد أكثر من مرة عند رافع. مين هو؟ واحد عامل حاله بغني إلى صوابع عنه وكم من ملف. هذا لغز جديد وقصة جديدة. على كل حال تابعوا لي موضوعه لحتى نشوف شو في وراه.